بخبر حلو يبدو انه حدث جيمز حيعود هالسنه مع جيمز 15 بالامارات. حيعقد جيمز 15 بين 10 و 12 سبتمبر وعم بتنظم من قبل نفس العالم يلي نظمه ميدل ايست كوميك كون. ضمن فعاليات الحدث حيكون في مباريات عم تتنظم من قبل ESL وحفله فيديو جيمز لايف حتختم اليومين بموسيقى من كل الالعاب يلي بنحبها. للمزيد التفاصيل ترقبوا me.ign.com. معكم لينجرسر، يلا نبلش حلقه جديده من IGN Weekly Fix. الدكتاتور ام بايسون رجع للائحة المقاتلين بستريت فايتر 5. نزل عرض دعائي عم يفرجي حركته الجديدة واسلوب قتاله المميز. شفنا بالعرض انه عدة حركاته خاصة لكماته العادية بغطوا اعدائه بطاقة بنفسجية، بس بعدنا ما بنعرف اذا هالشي بس مظهري او بينتج باي نوع من اذى زيادة. نشوف العرض الكامل والمزيد من الحركات الاضافية تفقدوا me.ign.com. بذكركم انه ستريت فايتر 5 نزل حصريا على البي سي والبلاي ستيشن 4 ب 2016، فمن هلا لوقتها انا حكون عم بلعب ستريت فايتر 4 لحضر حالي. يس، بثزدا قررت تجيب السعاده لحياتي واعلنت انه حيفصحوا عن المزيد من المعلومات للريبوت تعول دوم بمؤتمر اي 3 ب 14 يونيو. اصدرت عرض دعائي قصير ما بيظهر فيه كثير اشياء، بس فينا نشوف حدا عم بحمل سلاح ووحش رهيب حامل اسلحه كبيره على ظهره. كمان بنعرف انه حيصير في دوم بيتا بالمستقبل، نتوقع نسمع المزيد من التفاصيل بالمؤتمر. غير دوم نحن نتمنى بثزدا يعلنوا عن فول اوت 4، واذا صار هالشي ممكن انا ابكي من الفرح. ومن بعد غياب قصير اعلنوا شركات اي اي وجوست جيمز عن جزء جديد بسلسله نيد فور سبيد. استوديو جوست جيمز عم يوعد اللاعبين بجزء عنده تغييرات جذريه وعم يسعوا على اجراء احاديث صريحه اكثر مع اللاعبين. السنة الماضية قررت اي اي انه ما تصدر جزء، مع انه صاروا عم يصدروا لعبة جديدة كل سنة من 1996 ل 2013 ما عدا سنة 2001. Need for Speed 2015 حتصدر بين اكتوبر وديسمبر من هالسنة، حنحصل على نظرة أولى ب 21 مايو، وللمزيد من التفاصيل تفقدوا me.ign.com. مثل ما كلنا بنعرف انه God of War 3 Remaster نزل على البلاي ستيشن 4، وبلاي ستيشن عم بيحضروا محفزات حلوة للاعبين ليطلبوا اللعبة مسبقا. اللاعبين اللي بيطلبوا اللعبة مسبقا حيحصلوا على God of War Fall of Olympus Dynamic Theme وإمكانية استئجار ألعاب God of War و God of War 2 مجانا ل 90 يوم عبر بلاي ستيشن ناو. God of War 3 Remaster حتصدر على بلاي ستيشن 4 ب 15 يوليو. ومن بين 17 ل 19 مايو اللي فات اجتمعوا 20 من أكثر اللاعبين الموهوبين بلعبة فيفا ليتباروا بفيفا Interactive World Cup 2015 Grand Finale بألمانيا. ونحن كثير 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 نفتخر باللاعب السعودي عبد العزيز الشهري يلي بيض وجه المجتمع العربي كلياته بفوزه بالمباراه ورفع راس مجتمع اللاعبين بالشرق الاوسط. فنحن من كل فريق اي جي ان الشرق الاوسط بنقول لك الف 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 مبروك. من اخبار الالعاب ننتقل للافلام مع لائحه توب 10 من تقديم فوكس موفيز. في عنا بالمرتبه العاشره فار فروم ذا مادينج كراود، بالمرتبه التاسعه اكس ماشينا، بالمرتبه الثامنه هوم، بالمرتبه السابعه ذا ايج اوف ادلاين، بالمرتبه السادسه بول بلارت مول كاب 2، بالمرتبة الخامسة Furious 7، بالمرتبة الرابعة Hot Pursuit، بالمرتبة الثالثة Avengers Age of Ultron، بالمرتبة الثانية Mad Max Fury Road، وبالمرتبة الأولى في عنا Pitch Perfect 2. هلأ للمسابقات، وأول شي خليني أعلن عن فايزين مسابقة Mortal Kombat X من تقديمة Warner Brothers. الفايز على PlayStation 4 هو أشرف فرج، وعلى Xbox One هو حاتم الشمري. ألف ألف مبروك، حنتواصل معكم بأقرب وقت ممكن. أما بالنسبة لهالأسبوع في عنا مسابقتين للعبتين مختلفين. أول لعبة هي Final Fantasy X و X2 HD Remaster من تقديمة Square Enix، وتاني لعبة هي Project Cars من تقديمة Gameplay Entertainment. لتشاركوا بالمسابقات اللي عليكم تعملوه هو تعبوا الاستمارة وتخبروني بالنسبة ل Final Fantasy مين هي أفضل شخصية لألكم من عالم Final Fantasy، وبالنسبة ل Project Cars شو هي أفضل سيارة لألكم من اللعبة نفسها. هذا كان كل شيء لهالأسبوع، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة. شوفوني بأسبوع الجاي بحلقة جديدة من IGN Weekly Fix.